عدد كبير من المغاربه غادي يقولوا لي الملف ديال امين شاريز من الطبيعي كنرجع عندها. امين شاريز الاثنين المقبل استاذ فاطمه الزهراء وطلب عدد كبير من المغاربه والام دخلتي في هذا الملف استاذه حتى هو عطيني ليه نبذه. انا اعلم جيدا بانه دابا في اطار البحث مازال ماشي جلسه ولكن لمحه على الملف. هو فعلا في بتكليفي من الام ومن الاخت في هذا الملف. يوم الاثنين ان شاء الله سوف يكون لنا اول لقاء باول ملف جنحي يعرض على المحكمه الزجريه بالدار البيضاء ويتعلق بما هو تم ربطه بمحكمه الاستئناف والمحكمه الابتدائيه باكادير في اصدار واحد الحكم كان بناء على واحد المعطيات واحد الوثائق واحد خبره التي اصبحت محل متابعه الخبير ديال الدار البيضاء واللي سوف تناقش امام المحكمه الزجريه. ما غاديش نكذب عليكم نقول لك لم نطلع على هذا الملف، نعلم وقائعه ونعلم بانه هناك خرق سافر للقانون في هذا الملف في جميع مراحله، مرحله ابتدائيه ومرحله استئناف. نتمنى ان وعلمت ان السيد وكيل العام باستئنافيه اكادير قد قام بالطعن بالنقد في هذا الملف واكيد انه من الناحيه القانونيه سوف يتم ارجاع هذا الملف للبت فيه من جديد. اتمنى ان يحال على محاكم الدار البيضاء كاستئنافيه الدار البيضاء لاعاده البت فيه واعاده مناقشه هذا الملف، لان فعلا كاين شي امور لي صعيبه بزاف وكاين شي امور لي خطيره فعلا كانت من داخل هذا الملف من ناحيه الوقائع ومن ناحيه التكييف ديال هذه الوقائع هذه ومن ناحيه القول بعدم متابعه الاشخاص الذين يثبتوا فعلا من خلال محاضر الشرطه القضائيه. كاين شي امور كان يجب ان تلتفت اليها المحكمه الابتدائيه وتلتفت اليها محكمة الاستئناف. أتمنى أن يرجع هذا الملف لإعادة مناقشته لإعطاء كل ذي حق حقه، حق المغدور والمجني عليه في ذاك الملف. أرجو أن لا يضيع وأن يأخذ مصره القانوني وأن ترجع الأمور القانونية إلى سكتها الطبيعية ويعطى كل ذي حق حقه. المسألة اللي كاينة هنايا ديال الخبرة اللي تم اعتمادها في هذا القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير هي موضوعة متابعة للخبير في محاكم الدار البيضاء. غادي نناقشوا هذه الامور هذه لان فعلا كاين واحد الخروقات قانونيه. اتمنى انا اجد بان هذا الملف هو جنائي يعني يدخل في اطار الجنايات ولا يدخل في اطار الجنح. اول بدايه او مناقشه داخل هذا الملف واختصاص المحكمه الذي سوف نناقشه ابتداء من جلسه يوم الاثنين في انتظار ما ستسفر عنه محكمه الدار البيضاء وفي انتظار ما سوف تقوله محكمه النقد وهي محكمه قانون في هذا الملف في تلك الجنايات الصادره عن استئنافيه اكادير. سوف يكون لنا نقاش مستفيض في وقائعه وفي حيثياته وغادي يكون خير ان شاء الله. حيدوا لهم القتل العمد، داروا لهم جنايات الايذاء العمدي بواسطه السلاح المفضي الى الموت دون نيه احداثه وتغيير معالم الجريمه. وداك الجوج الثاني الثلاثه اللي كانوا في سراح مؤقت حيدوا لهم المشاركه، داروا لهم جنحه عدم التبليغ عن وقوع جنايه وتغيير معالم الجريمه مع اضافه التشهير بشخص عن طريق التقاط تسجيل مصور دون موافقته للمتهم فلان فلاني. نهار 28 في شهر 2 لاول مره غادي تناقش القضيه ديال الاخ ديالي، لانه من شهر 9 في 2022 وبدات المرحله ديال الاستئناف يعني جنايات استئنافيه في القضيه ديال الاخ ديالي. ما كانش كيجي حتى شي واحد في واحد الوقيته. المتهم الرئيسي دارت في حقه المسطره الغيابيه وحنا تكلفنا واستدعينا المتهمين الاخرين ولاو كيجيو. فاش دارت يعني المسطره الغيابيه سالات من بعد ولاو هما دايرين النوبه كل جلسه كيحط فيهم واحد شهاده طبيه. ومن بعد صافي واحد النهار قالت لهم الهيئه بلي زعما هذا اخر نهار وهذا واللي صافي راه يعني الجلسه المجيه خصكم تجيو كاملين. المهم بداو ثاني حاجه اخرى كل نهار تاخير كل جلسه تاخير. وفينالمون نهار 28 راه تناقشت القضيات من الاستدعاء ديال الاطباء اللي شرحوا الاخ ديالي ومصرحين وشهود وتما كذلك استدعاء واحد الطبيب اللي غادي نفصل من بعد. المهم اللي باغيين يعرفوا المغاربه انه في هذه الجلسه هذه نهار 28 الاطباء اللي شرحوا الاخ ديالي اجمعوا كاملين على انه الاخ ديالي تم الضربه ديالو باداه راضة على الراس ديالو برا ديال الطوموبيل وانه تم القمش ديالو انه تم الجر ديال الجسد ديالو وانه حتى لو كان غيكون طاح فخصو يكون طايح من ارتفاع جد مرتفع وخصو يكون عنده كسور في الجسم ديالو. الشيء اللي ما كاينش يعني في الجثه ديال الاخ ديالي لانه الاخ ديالي ما مكسورش يعني ما عندوش كسور كان مقصود له الراس. كل واحد فيهم كيتسول في دوك الاطباء بثلاثه كل واحد فيهم يعني كلهم اجمعوا على نفس الحاجه انه الاخ ديالي تم القتل ديالو تم الضرب ديالو.
مصريح جا يعني بصراحه كلشي كلشي مزيان لحد انه جا زعما لحد من بعد يعني الاطباء كاملهم اجمعوا على ان الاخ ديالي تم القتل ديالو باداه رده برا الطوموبيل وفصلوا كلشي وشرحوا كلشي بما انهم هما اللي عينوا الجثه ديال الاخ ديالي وهما اللي قاموا بالتشريح وهذا راه ماشي حنا اللي انتدبناهم راه النيابه العامه اللي انتدبتهم يعني داكشي ديالهم وهما ادرى بجثه اخي لانهم هما اللي قاموا بالتشريح وجابوا صور ديال التشريح يعني ماشي الصور اللي كانت يعني عند البوليس وهذا صورهم هما يعني اثناء التشريح شرحوا الدقه كيفاش كانت وقالوا بلي الاخ ديالي الدقه اللي كلا حلات له الدماغ ديالو يعني وخرج له العصاره ديال الدماغ يعني كي تلقى ديك الضربه خرجت له العصاره ديال الدماغ لا حول ولا قوه الا بالله. من بعد دابا غادي نهضروا على الطبيب واحد الطبيب اللي انا غادي نقولها يعني بصراحه لانني انا ما دعيتو الا يعني هذا الطبيب هذا بحال شي واحد قال لي الو كتب لي هو يكتب لي هذا الطبيب هذا بلا حتى شي امر قضائي بلا حتى شي انتداب دار واحد الراي طبي هذا الراي الطبي هذا داروا بناء على طلب واحد يوتيوبر اللي هو يعني ماشي طرف وليس له صفه يعني حتى باش يدير هذاك الطلب ولو بيغ راه ماشي هادشي لو بيغ هو هذيك الورقه كيفاش تحطات في المحكمه ولا كيفاش تخاد بها في الملف ولا كيفاش تقبلات حتى تحط في الملف لا الطبيب ما تم انتدابه حتى شي واحد وحتى اللي السيد اللي طالب هذاك الراي الطبي ما عنده صفه ماشي طرف كيفاش تقبل ديك الورقه وتحط هاد الوثيقه هذه الراي الطبي قال لك الطبيب هذا تيقول بلي زعما هو كيعتقد انه الاخ ديالي طاح هذه الوثيقه هذه فيها كيقول هذا الطبيب هذا بلي يعني يعني المرحوم كيقول بلي راه تناول الكحول وفاش جا الجلسه تخيلوا انه قال لهم انا ما في خباريش حتى واش شرب ولا لا انا كاع ما طلعت على الخبره العلميه انت ما طلعتيش على الخبره العلميه وشنو مين جبتي هذاك الكلام اللي كتبتي تما كمان ما عليناش زيد شي حاجه اخرى قال لك سيدي هو كيعتقد انه امين طاح من طوموبيل فاش سولوا على النسبه قال لهم 50% دونك انت هنا كتقول 50% طاح 50% تضرب الناس اللي شرحوه اجمعوه على انه تضرب وهذا السيد هذا اللي قال لهم انه طاح يعني مالوريزمون ليه هو لسوء الحظ يعني ليه هو والمتهمين ما عاونوش في هذيك القضيه ديالو علاش لان المتهمين كيف ما كتعرفوا فاش قالوا باللي راه امين طاح من الطوموبيل كلشي كان كيقول باللي الاخ ديالي زعما في ديك الطوموبيل فاش كانوا كانت غدا ب60 هاد 60 هادي باش غدا الطوموبيل كاينين حسابات اللي كيحسبوا لينا لا ديستانس دو فريناج يعني على شحال كتفريني الطوموبيل هاد 60 هادي لا موندغ دي شوز المهم خص واحد 36 متر 30 متر تكون انت هاد الدري هذا الا بصح زعما كيف ما انت كتخيل وطاح من الطوموبيل وانت عاد فرينيتي خص يكون بعيد على الطوموبيل الامام ب 30 متر حنا كاع نديرو معاكم مي باش تجي تقول لي مترو ما يمكنش مترو راه من هنا حدا الباب وهي الطوموبيل كانت واقفه ولا الخيال ديالكم ما ساعفكمش ولا ما قريتوهاش مزيان ما قراوكمش شنو تقولوا يعني بشحال كان بعيد امين على الطوموبيل ففهادي يعني حتى ديك الفرضيه ديال ديك 50% ديالو مشات ليه اصلا بين بلي راها يعني فيلم وخيال بالاوديو اللي خرج ليهم المتهمين تيتفقوا على فيرسيون اللي غادي يقولوا لانه يعني الفيديو راه سمعوه كاع المغاربه كيف قلت الاوديو اللي كان كاع المغاربه سمعوه حتى هو ما كيساعدهمش لانه كيبان فيه المتهم تيقول المتهم الاخر شنو نقولوا غدا زعما كنقول كيقول لي شنو نقولوا كيقول لي داكشي اللي اتفقنا عليه البارح هو يقول لي الاخر نقولوا طاح من الطوموبيل معصب طاح من الطوموبيل انت مالك والو صافي صافي خرج من الحساب ما كاينش شي بخصوص نقولوها كاملين ما كاينش شي بخصوص نقولوها واش انا البارح كان معك الطوموبيل طلع نقص بوحدو انت مالك والو واش نذكرو بليك ولا ما كانش ما نتعش هذا ماشي وقت على التكلات هذا شنو واش هما وغير هذه في حد ذاتها يعني راه شوف الحقيقه راهي حقيقه واحده ما كنحتاجوش اننا نتفقوا على شي فيرسيون